Well, there's a lot we don't know about what has حتى happened الآن نحن لا and نعرف what the motivations are behind المزيد من التفاصيل it. عما حدث وما هي الدوافع. ومن المهم أن نتذكر في كل أماكن الولايات المتحدة التي شهدت مثل هذه الأحداث، نيويورك هي المكان الأكثر استعدادا وخبرة في مثل هذه المواقف. لذلك أمل أن الاحترافية للجهات الأمنية وقوات الأمن سوف تساعد الوصول إلى حقيقة الأمر. نعم، يعني وجود هذا المهاجم في محطة للأنفاق ربما يكون قد انتقل إلى مكان آخر عبر شبكة الأنفاق هذه، ربما انتقل إلى مدينة أخرى. وجود كاميرات مراقبة، وجود عناصر الأمن الخاصين في هذه المحطة، ألا يعتبر ذلك فشلا أمنيا؟ هناك وقت طويل مر من وقت وقوع الهجوم حتى الآن. ربما تكون هناك أسباب منطقية لعدم الإعلان عن المعلومات حتى الآن. أنت محق إن مستوى المراقبة في بالكاميرات في الولايات المتحدة مختلف عن دول أخرى، ولذلك نحن نقدر الحركة وحرية الأفراد في الحركة. لذلك نؤكد على أهمية التمكن من عدم الكشف عن التحقيقات والحقائق والمعلومات حتى الوصول إلى الأدلة بالكامل. نعم، تداعيات سياسية ربما وتداعيات أخرى ستظهر لاحقا بعد انتهاء وجلاء الحقيقة والتفاصيل حول هذه العملية وعملية إطلاق النار وتعامل الأجهزة الأمنية معها. ما هي التداعيات السياسية وراء ذلك؟ منذ أحداث 11 من سبتمبر 2001 إن ديناميكية الإرهاب تغيرت منذ ذلك الوقت. أنا لا أرى تداعيات كبيرة إلا إذا كان ذلك هجوما إرهابيا، وفيما عدا ذلك لن يكون هناك تداعيات كبيرة. نحن اعتدنا للتعامل مع العمليات الإرهابية، فإذا كان ذلك فعلا إرهابيا نعرف كيف نتعامل معه. والتداعيات السياسية لن تظهر إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بالكامل والتقييم لرد الفعل، إذا ما كان رد الفعل سيكون صحيحا وسليما وفقا لسبب هذا الهجوم. نعم، ولكن سيد تورنتو، سواء كان هذا الهجوم إرهابيا أو غير إرهابي، جنائي أو هجوم من نوع آخر، بطء الإجراءات حتى الآن، عدم السيطرة على المهاجم حتى الآن، عدم إلقاء القبض عليه، ما يزال حرا طليقا بيده السلاح وربما يقوم بعملية إطلاق نار جديدة أخرى، ألا يعتبر ذلك فشلا للأجهزة الأمنية؟ لا أعتقد ذلك. كما أشرت من قبل، هناك فرق بين حرية الأفراد وواجبات الوكالات الأمنية. نحن كمجتمع اخترنا الحرية، حرية الحركة، ونتفهم أن ذلك له تكلفة.
وتحديات كتلك التي نواجهها. لم يعد أي سياسي بنسبة 100% توفير الأمن من مثل هذه الهجمات الإرهابية أو غيرها. كما أشرت، ليس بالضرورة أن يكون رد الفعل بطيء، ولكن ربما تكون هذه الوكالات الأمنية والفيدرالية تستنتج ما الذي يحدث بالضبط وتقوم بدورها. نعرف أن ذلك حدث وأن الجهات الأمنية على وعي بمثل هذه الإجراءات ويقتفون أثره، وبالتالي أنا على ثقة من أن قوات الأمن يتفهمون الوضع تماما ويسيطرون عليه تماما.